صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 77 لسنة 2019 بتعيين مدير تنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية وجاء في المادة الأولى تعين الدكتور الشيخ منيرة بنت خليفة بن حمد الخليفة مديرا تنفيذيا لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بدرجة وكيل مساعد